أكدت مستشارة وزارة التضامن عضو تنسيقية شباب الأحزاب شيرين فتحي أن فتوى الكد والسعاية استرجعها الإمام الأكبر شيخ الأزهر من التراث الإسلامي نظرا لأهميتها في حفظ حقوق المرأة التي تساعد زوجها في العمل والكفاح. وأضافت خلال مشاركتها بالحوار الوطني أن المرأة صارت ضلعا أساسيا في الأعباء المادية للأسرة على مدار السنين، وعليه يجب حماية حقوقها في حالة الطلاق أو وفاة الزوج. الإمام الأكبر عام 2022 حب يرجع الفتوى دي تاني ويحييها من التراث الإسلامي، لأن دلوقتي بقت المرأة بتنزل للعمل كتير وتساعد جوزها يعني بسبب الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وكان بيقول إن لازم الثروة ديت أو الميراث ده بعد دفع الدين بتاع الزوج إذا كان عنده دين تاخد المرأة نص الميراث وتاخد الربع إذا كان ملهوش ولد، والثمن إذا كان له ولد منها أو من غيره.